كل الديانات والشرائع تنهي عن الزنا، ولكن في ناس ما بيقدروا، بضل في خيانات زوجية. قصتنا الآن هي عن الخيانة الزوجية، راح نرويها بعد شوي، ولكن أولا نستقبل صاحب العلاقة أسامة. أهلا أسامة، كيفك حبيبي؟ تفضل تفضل. يا أخبارك أسامة؟ الحمد لله. طمني عنك. الحمد لله كثير منيح. شو بتشتغل حضرتك؟ أنا مهندس صورة، بشتغل في سمعية البصري. نعم، من المغرب. من المغرب. يا أهلا وسهلا فيك. بارك الله فيك أسامة. أسامة بس لأروي لكم قصته، عنده قصة مع زوجته. أسامة كان له سنتين مزوج هو وزوجته السيدة سارة، هو بيشتغل بشركة اتصالات، هي بتشتغل بمركز اتصالات. كانوا عايشين كتير منيح، اتنينه بيشتغلوا، وضعهم الاجتماعي كويس، الأهل جنبهم حواليهم، عايشين مبسوطين بألف خير. سارة عندها صديقة حميمة يعني وقريبة منها، تتردد على البيت لعندهم، بيشوفوا بعض، بيحكوا، صداقة عائلية. سارة كانت بالشغل ذات يوم تعبت، حست انه مريضة، نصحوها اصدقاء حواليها وزملاء بالوظيفة، قالوا لها روحي على البيت ارتاحي. اخذت اذن من مديرة، رجعت على البيت حتى ترتاح. دخلت شافته باحضان صديقتها، مفاجأة كبيرة لها طبعا. كيف صارت القصة؟ انا مشي خنتها مع صديقه ديالها. انا مشي شو؟ انا مشي كنت عم تعمل مع صديقه. انا مشي خنتها مع صديقه ديالها، ولكن انا منين من هالدار، باش منين كان الخصام بيني وبينها، حطيتها في العمل ديالها ورجعت للدار. الثقه العمياء ديال الزوجه ديالي اللي كتعطيها المفاتيح ديال المنزل، كتخلي كتبقى الزوجه ديالي في الدار، الصديقه ديال الزوجه ديالي كتبقى في الدار. انا رجعت كنلقى الزوج، كنتفاجئ كنلقاها في الدار كتقول لي اجي نهضروا، اجي نتكلم، اجي نحلوا مشاكل الزوجه ديالك، حتى كترجع معايا ليها. فبإذن المره ديالي كتدخل، ما مشاتش العمل. طيب هل أنا كان في علاقه بينك وبين هذه الصديقه لا من قبل لا ولا لا 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 اول لا لا سبحان الله يعني لا لا سبحان الله ما آه كيف سائبت لا 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 يعني زوجتك كيف الهمها لا لا هي الثقه ديال الزوجه ديالي فيها هي اللي خلاها سي با ما فول سي با يعني مش خطاك هذا مش خطأك بتقول لا سيبقى مفوت لا يعني مش لا خطأك أنا بغيت سلسل الجمهور الكريم بالحضور الكريم باش عارف بأن أنا ماشي قصد نخون الزوجة ديالي أو لا أو ما عارفش أنا ضعف الإيمان فانا ضعف الإيمان و ما عارفش على كل حال يعني متشكرك انك وثقت بالبرنامج، حبيت انه ترجع زوجتك من خلالنا، بقى بتمنى انا هالشي يصير. خلينا نشوف نحن، انا بعثت لها رسالة الى سارة وسلمتها ساعية البريد، منشوف اذا وافقت على المجيء. أستاذ جورج، إحنا الآن كنتواجدوا بمدينة سطة البيضاء، العاصمة الاقتصادية بالمغرب، وكيف ما كتشوفوا مورايا البحر زوين. ويلا ودابا معايا باش نقلبوا على الدار ديال سارة مكمل باش نعطيوها الدعوة ديالها. دابا حنا وصلنا للحي الحسني، ودابا غادي نقلبوا، راه الدار ديال سارة مكمل غير هنايا، اجيو معايا نمشيو عندها. يمكن هذه هي الدار ديال سارة، اجيو معايا نشوفوا واش كاين. السلام عليكم لالا. سارة مكمل هادي لاباس عليك؟ مزيان. عندك واحد الاخ ديالك سميتو مهدي؟ لا.
صارحني جبنا لك واحد الدواء من طرف الاستاذ جورج قراحي. جورج قراحي. جورج قراحي تماما. قبل الدواء ديال الاستاذ جورج. بيان سور ان شاء الله لله. وشكرا بزاف وسمحي لنا. وصلت هنايا وسلمتها الدعوة ديالا. بعرف انه سارة صارت خارج الاستوديو هلأ من ناديها حتى تجي. القصة مختصرها انه معنا الاخ اسامة، الاخ اسامة من المغرب. اسامة متزوج كان له سنتين السيدة سارة، هو بيشتغل بشركة اتصالات، هي بتشتغل ايضا بمركز اتصالات. كانت مريضة ذات يوم، رجعت على البيت لقت أسامة في أحضان أعز صديقاتها، اختلفوا طبعا، شارعوا انفصلوا، طلقها. إلن هلأ سنة وثلاث أشهر مطلقين. رجع الأخ أسامة لحتى يحاول يستعيد زوجته ويرجع هو إياها من هذا الاستوديو إلى المغرب. بدنا نشوف هلأ شو موقف سارة من نادي سارة. تفضلي سارة. اهلا بساره. اهلا يا قمر، كيفك؟ تفضلي تفضلي عيوني، اهلا وسهلا. كيف احوالك ساره؟ الحمد لله. طمنيني عن شغلك. الحمد لله تمام. شفناكي لابسه نظاره كنت قبل لما سلموكي الدعوه. ايوه. شلتيها؟ شلتها. حتى كونتاكت لانسز؟ لا بس انا شايفاك منيح. منيح. مية مية. اهلا وسهلا فيكي. بعدك بشغلك مركز اتصالات؟ شو شغلك؟ شو بتعملي؟ بعمل زي ما بتقولوا كده، بنبيع خطوط. بتبيع خطوط؟ اه. شركة اتصالات يعني. اه. قديش عمرك سارة الان؟ 21. 21؟ ما شاء الله عليكي. اهلا وسهلا فيكي. ميرسي. سارة ليكي، في شخص اخر هو دعاكي الى هذا الاستوديو لانه يمكن في عنده مفاجأة، في عنده شيء مهم بده يقول لك اياه، في ما بعرف شو السبب. بقى تحبي تعرفي مين الشخص اللي دعاكي؟ طبعا طبعا. طلعي بهالشاشه فازا. تعرفي النجم ده؟ عرفتي؟ عرفتي هلا البرنامج شو معناته؟ هذا البرنامج اسمه المسامح كريم. ما تزعلي، بس انا مش عايزه يعني، انا ما جيتش هنا عشان. طيب خلص خلص خلص، بس هو يا دعاكي هلا جيتك عشاني. انا وياكي عشانك يعني، مش عاوزه اشوفه ولا انسي. انا ما جيتش هنا على قبل هادشي يا ستي، انسي خلص. لا مش ممكن انسى، انا يعني ممكن اخرج ولا حاجه. لا لا مش عايزه اكمل في البرنامج ولا حاجه والله. تخرجي انا، انت فوق راسي يعني. تسلمي راسي حبيبتي، تسلمي تسلمي. هاتي لبوس راسك. لا لا والله، لا والله. عادي. أنا فهمت القصة وأنت معك حق 100%، معك حق 100%. هلأ هو عم بيعمل بمحاولة، يمكن أنت ما تستجيبي، أنت حرة وقرارك بيدك. هدي أعصابك وأنا معك، ما تخافي. هذا الشاب طبعا هلأ ارتكب خيانة، يعني عظمى، زنا اسمه. بس يبدو بعد سنة وثلاثة أشهر حن مشتاق، أو مشتاق من الأول هو وحاس بغلطة، وجاي فكر أنه بركي عبر هالبرنامج. ما لا عم ترجفي. لا بس لا عم ترجفي. حب يمكن اعتبر أنه من خلال هالبرنامج ممكن يستعيد هالجوهرة اللي فقدها. ممكن بقى كتب لك رسالة، أنا رح بقرأ لك إياها وأنت بعدين بتقرري. أنت بتشوفي إذا بتصدقيه ما بتصدقيه. خلينا نحكي. يلا حبيبتي الغالية سارة، اشتقت لك كثيرا، لكن ليس أكثر من حبي لك. كنت أحمقا خائنا، لم أقدر النعمة التي رزقني الله بها يا سارة، وهي الزوجة الصالحة والحبيبة التي لا تعوض. وقد وعيت الدرس تماما، صحيح
طلقتك بعدها بناء على طلبك، لكنني أموت كل ثانية بعيدا عنك وعن حضنك يا سأر. أنا فعلا آسف، وجئت أتوسل إليك كي تسامحيني مقرا بخطئي وخطيئتي، ومعترفا بأنني لم أكن أستحق حبك، ومقسما أمام الجميع بأن أبقى مخلصا لك طوال حياتي، وأن أرد إليك كرامتك أمام جميع الناس، وراجيا إياك يا سارة أن نعود لبعضنا البعض من جديد. سامحيني أرجوك، والمسامح كريم. سارة، أنا بفهم شعورك وبفهم الجرح اللي عندك، جرح كبير، بس هذا الشاب إجا بعد كل اللي حصل أذل نفسه، يعني إجا أمام الملايين حتى أولا يعترف بالخطيئة اللي ارتكبها، يعترف إنه خانك وخيانة كبيرة، ومش خايف من كل هالناس اللي عم بيشوفوه، لأنه بحبك طمعا بالعودة لك والعودة إليه، يعني أن ترجع تعودي إليه. هذا قرار بيدك أنت وبقلبك أنت. مش ممكن، ما أقدرش. مش ممكن، خلاص أنت شلتي من حياتك نهائيا. دي حاجة يعني دمرتني، يعني من اثنين، من صديقتك كمان، صديقتي يعني طفولتي كلها دوزت أنا وياها. نعم. وواحد اللي كنت تتخيل فيه كل شيء. نعم. بنيتي أحلامك معاها، شفتي في بابا ولادك كل شيء، فهمتي؟ نعم. ما قدرش. نعم نعم. طيب أنت إنه شفتيه بالجرم المشهود ولا اعتقدتي إنه هذا اللي حاصل؟ لا، شفت كل شيء بعيني. من بعد كيبان لي هو صاحبتي، صافي ما قدرتش نصبر. شنو غندير؟ بقيت كنغوت، جاتني هيستيريا، شي حاجة اللي ما غاديش تقدر تصورها. طبعا. أسامة معلش، خليك قول شو بدك تقول. هيدي فرصة لك، وأنت جيت وحبيت تشوف سارة هون بالستوديو، بقى تفضل احكي لها اللي بدك تحكيه. مشرف. الغلط اللي تقع لي مع سارة بالنسبة لي أنا ماشي أكثر من غلط. أنا هذيك المدة اللي كنت دوس مع سارة عمري ما غنساها. اللي في صراحة واخا طلقتها، واخا طلقت واشتغلت في الديار البلجيكية، وخدمت تما كمهندس صوت، بغيت نتزوج ولكن ما قدرتش، مع عمري ما قدرت ننسى سارة. سارة عرفت فيها بزاف الحوايج، عرفت إنسانة اللي في صراحة عندها قلب كبير. لأنا أنا عارف سارة، أنا ما دوزتش أنا وياها قليل، عارف سارة مزيان، عارف بأن هاد الهضرة ماشي هي اللي كتقولها، عارف بأن سارة ماشي هي اللي كتهضر. سارة ما أنا عارف أني كنبغيها الصراحة، عمري ما قدرت ننساها. هي اللي كتقول أنني عندها راجل، عندها ماشي غير ماشي أنا اللي راجل، كاين رجالة بزاف. أنا كنقول قدام الملأ أن هي اللي كاينة ليا، أنا هي المرأة الوحيدة ديالي أنا، وأنا عارف بأن سارة عمرها ما قدرت تنساني، وأنا عمرها ما قدرت ننساها. هي اللي كانت بأنني عمرها ما تسولات ولا شي حاجة، أنا ديما كنت كنسول فيها أنا، وكنعرف ديما الجديد ديالها وديما الأخبار ديالها. هادشي اللي خلاني أنني نجي لهنايا للبرنامج ديالكم، وندق أبواب ديال البرنامج، ونطلب سماحة منها. أنا عارف بأن غلطت وغلطت وغلطت، ونطلب من الله يسامحنا واللي درناه. نعم. سارة بدك تقولي له شيء؟ بتحبي تجاوبي شيء؟ انا مساعد استاذ جورج، نضحي بالغالي والنفيس من اجل ديالها. استاذ شو انا يعني؟ درت الغلط وكنتحمل المسؤوليه ديال الغلط ديالي. انا الصديقه ديالي هي اللي بصراحه اللي كنت ديما كنتنبهها بان تبعد علينا الاصدقاء، تبعد علينا الصديقه ديالها، تبعد علينا، تخلي المشاكل بيني وبينها. انا كان شي مشكل نحلوه انا وياها، لا داعي لي يجيب لنا شي واحد يفقدنا الدار.
ديما كنا بباب ان هذيك الصديقه ديالها ما تبقاش تعطيها السوار ديال الدار، وهي لا ديما ديما اللي فراسها فراسها، ومني كنهضر معاها ديما كتاخذ القرار ديال الوالدين ديالها. ما بقاش وصلت لواحد واحد النقطه اللي ما بقاش كنعرف، ماشي حتى هي كاينه ما بقاش ماشي مبرر، هادشي ماشي مبرر. واحد واحد اللحظه بعدا قلت لك هذا مش مبرر، ما بقاش كنعرف راسي واش انا مزوج بها هي ولا مزوج صحاباتها ولا الوالده ديالها. قلت لك هذا مش مبرر. إلا عطتني فرصة أستاذ، إلا عطتني فرصة إن شاء الله آخر مرة غادي نبرهن لها قدام الملاء وقدام الله سبحانه وتعالى بأن غادي يكون خير إن شاء الله. صار هذا الشاب تائب، إجا تائب. بدك تحبي تسامحي؟ مش قادرة؟ قليلي هلا بشو عم تفكري؟ ما عرفتش نقدر نسامحه ويعاود نفس لافوت، ما عرفتش. سارة انت كنت سعيدة بلا؟ ها؟ لما بعد عني كنت سعيدة؟ لا خصو يعطيني اون بروف باللي ما عمره ما غادي يعاود يدير داك الشيء. ما كاينش ما احسن من الله. أقسم أمام الله؟ أمام الله. قال أقسم أمام الله. هو صادق أحياناً هذا الشاب؟ تحسي أنه صادق؟ هو ما عمره ما غلط، هذه كانت أول مرة وما عرفتش كيفاش زعما دار في حالك. هو عمره ما غلط، بس هو عم بيقول أنه الذنب مش ذنبه، الذنب صديقتك. بعدك على علاقة معه؟ لا مش بعدك ممكن. بتشوفيها؟ لا ما بقيتش كنشوفها، ما يمكنش نعاود نشوفها. لا هي لا هو بجوج. طبعاً. هلا انت امام اسامه، بدنا نعرف بدنا نرجع نزوجكم ولا شو؟ بجيب لكم المأذون؟ ما كرهتش. في مأذون هون قريب، بدك تسامحي ساره؟ والله إن جوهره انت، بعدين حسابك بحكي أنا وياك بعدين. بدي أسألك سؤال بس جاوبيني. إيه؟ لما شفتي حسيتي هيك فرحتي ولا كنت زعلان؟ مش عارفة إحساسي. وشرف أبوك شو؟ شو حسيتي؟ تخلط عليك كل شيء. تخلط عليك كل شيء. مفاجأة كانت سارة يا سارة المفاجأة ولا شو؟ إيه سارة، وفي نفس الوقت أنا ما كنتش بغيت نتفكر هذا الشيء وبغيت نكمل حياتي، ما بغيتش نبقى. طيب يمكن 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 هذا الشاب نصيبك، يعني خطأ أخطأ وندم وتاب تايب. بدك تسامحي؟ بدك تقولي له مسامح كريم؟ مسامحتك. قولي له سامحتك والمسامح كريم. أنا سمحت لك والمسامح كريم. يلا هاتي لابوك تعال. خلص خلصنا نحن، انا رح تابع الموضوع، انا تحت مسؤوليتي هذه البنت، هي زي بنتي تحت مسؤوليتي. 21 سنه عمرها. قديش عمرك انت؟ 32. كم؟ 32. 32 صار كبير عليكي. حب اعمى. طيب مبروك. مرسي. وشرفتينا. شكرا. شكرا لك يا أمر. مرسي. جوهرة ورقيقة والله يوفقكم. وزهرة ديروا بالكم على بعض، يلا خدها بإيدها وإن شاء الله بتفرحوا الأهل كلهم. يلا
رفقا بالقوارير، مش هيك؟ على كل حال نلتقي إن شاء الله ببرنامج المسامح كريم مع قصة وقصص تانية. خليكم معنا دايما. Thank you.